هذيك مشروع مشاريع ديال التجميع فيها 60 مشروع كيكون اكثر من 52 الف لاعب مجموعة. هذا ماشي تهيئه غير في لاعبها ساهمت في التحسين ديال الدخل ديال اكثر من 190 الف لاعب صغير، حيث انه القيمه المضافه مشات في 5000 الى 10000 في السنه. جاوبتي وجواب جد ايجابي حول الانصاف. لانسا فيها رجالات ونساء اللي هما في مستوى عالي، ما خصناش نخلطوا، ماشي لانسا ماشي مرسول وغادي نعاقبوا داك المرسول، خصنا نشوفوا فين كاين يعني الاشكاليه كاينه في الاسواق الجمله اللي ما كايناش وما منظماش وما عندناش الامكانيات فين نقلب على الليمون، مش نقلب عليه في الدوبه، خصهم وانا لقيته في الدوبه نعرفوا منين جاي، لا خصني نلقاه في السوق ديال الجمله بلي دخل ونعرف لا تراسابيليتي ديالو شكون اللي صيفط. دوك يعملوا الاجتهادات ديالهم، يعملوا كذلك لي زاباطوار باش نقدروا نشتغلوا، وديك الساعه الاشتغال غيكون من 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 وش يعني في لو دياغنوستيك. هذا خطا كبير ديال الدياغنوستيك، لان الرجالات والنساء ديال لونسا في مستوى عالي وكيقوموا بالواجب ديال السنه في حاليا. الحمد لله بدات يعني وصلنا تقريبا نفس المستوى ديال الحط اللي وصلنا ليه السنه الماضيه، البذور المختاره موجوده، بون الامطار باقا ناقصه شويه بالنسبه يعني ل 30 سنه ديال المعدل، ولكن نتمنى والله انه في 15 يوم اللي جاي يكون الخير. الى طاحت شويه الشتاء في نوفمبر مزيان واحد 30 ملم ولا 40 غادي يكون يعني السنه، وغادي الفلاح غادي يتشجعوا وغادي يحطوا وغادي كذلك يديروا البذور ديالهم، وكنبقاو جد متفائلين ان شاء الله. ما يخص اليوتيس، كانت مناسبه للنقاش ديال اليوتيس والاشواط الكبيره اللي قطعوا، قلت لهم بانه هذا يعني من البرامج الناجحه اللي عطات يعني واحد لامباكت على لا بوبيلاسيون لوكال، على الناس ديال الصيد البحري، تحسن المدخول ديالهم، تحسن يعني السجل الاجتماعي ديالهم، كيفاش كي يعني السينيسيس ولا لايمو ولا هذا كل شيء، ولا الاستثمارات الكبيره اللي تعملوا اسواق الجمله، تعملوا لها لي هال دو بواسون، يعني كاع اللي هي المسؤوليه ديالنا راه قمنا يعني بمجالات كبيره.